واش نقول لك اخويا، حنايا ما علاش نحتفل، فرحان خدام تنصول الفلوس، عندي من شنو نمشي نشري حلوى ب 70 درهم باش نقول راني فرحان، خصني نصورك والله نهار خص فهمتي، ونحن نتبعنا ناس واحد اخرين غنقلدهم، هذوك راه عندهم صامدي صوار، حنا راه عندنا العام كله كحل نوار، علاش اخويا غنحتفل؟ انا كنت ناوي نحتفلوا براس العام مع الفاميلا مع العائله مع كل شيء، مي دوماج ما نقدروش نحتفلوا به مع هذا الوباء هذا، ومع الناس توفات ومع الناس بزاف مريضه، مي دوماج ما كرهناش نحتفلوا به، ولكن كاينه ظروف اللي غتقدر تمنعنا باننا نحتفلوا، حيت خاصنا كاينين ناس توفات وكاينين ناس فهمتي فقدناهم عزاز علينا، مي دوماج ان شاء الله كنتمنوا نحتفلوا السنه الجايه، وكنتمنوا من الله عز وجل يحيد علينا هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها، وديك الساعه يكون الاحتفال كبير كثر كاع من راس السنه. وشكرا. هو بالنسبه للاحتفال براس العام في التقاليد ديالنا والعادات ديالنا كحنا مسلمين راه ما كنحتفلوش، ولكن كعاده اولاد جديده كلشي كيولى كيشري الحلوى وكيمشي عند وليداتو يجلس معاهم هكا ويفرح غير بيناتهم. بالنسبه لكورونا دابا راه كل واحد جالس في بيته مع وليداته، سواء في الاعياد الدينيه ديالنا حنا كمسلمين او الاحتفالات ديال الناس الثانيين، هادشي اللي نقدر نقول. لا خويا ما غاديش نحتفل، ما نحتفلش فهمتيني، عندك شي حرام فهمتيني، يعني حنا التقاليد ديالنا وداكشي ديال الكور فهمتيني، ودابا حاليا ما كاينلاش نحتفلوا، اصلا حنا عارفين المشاكل اللي واقعه دابا خويا، من الاحسن فهمتيني بنادم ما يبقاش يحتفل حتى داكشي مشي تقاليد ديالنا. وكنحتفل براس العام ديال الهجره ديالنا حنا المسلمين، ما هذا ديال النصارى ما عندنا علاقه به، واخا كنحسبوا به وكاسميتو الشهور وداكشي، ولكن عندنا الهجره حنا سمعتي فاتح محرم كنديروا فيه يا اما رفيسه يا اما كسكسو، هادشي اللي كاين. غنحتفل به اخويا كل عام صراحة نحتفلوا به، ومع جمع العيد ميلاد ديال الوالد من هنا كنقول ليه عيد مبارك سعيد، راه فهمتي ما كنحتفلش فيه في الزنقة، صافي هادشي اللي كاين. كما العادة الدار كونوا مريحين صافي، كنجيبوا الحلوى الأتاويس كنتسناو ديك 12 الليل كناكلوا الحلوى وصافي احتفلنا. خويا بعدا هاد الدراس العام كيف ما كتقول كيحتفلوا به الناس وداك الشيء، حنا ما كنحتفلوش به، اول حاجه ما خاصنا نحتفلوا به، وثاني حاجه حنا راه مسلمين، الا تجي تشوف راه عندنا فاتح محرم هو اللي كنحتفلوا به، اما هادشي ديال راس العام والبوناني وداك الشيء كيف ما خلاوه ما خاصناش نحتفلوا به، هادشي اللي كاين. لا خويا ما غنحتفلش براس العام هاد العام بسبب كورونا، وبات الازمه ديال كورونا كاين اللي ماتت ليه جده، كاين اللي مات ليه امه، كاين اللي مات ليه با، يعني كاين اللي عنده مرضى في السبيطار، يعني شحال من واحد مات، يعني ما جاتش اننا نحتفلوا به. ومؤخرا مات صلاح الدين الغمر اللي انه عزيز على المغاربه كلهم، واللي مات الله يرحمهم، اللي مرض الله يشافيهم، كنتمنى ان هذا الوباء يمشي وكل شيء يبرى ان شاء الله. خويا راس العام محال نحتفلوا هذا العام حيت مع كورونا وكذا، حال يدوز عندنا داكشي لا علاقه فهمتي، كورونا بشي شكل ماشي اول، حيت ديجا كنا كنحتفلوا براس السنه بخير الحمد لله، دابا مع هاد كورونا هاد الحجر الصحي ماشي مشكل مره اخرى ان شاء الله.